طهارة النفس هي تخليصها من سلطان الشهوات والشبهات، وأصل طهارة النفس تخليصها من سلطان الشهوات والشبهات، وهي زكاتها، وهي زكاتها. فمن الأول قوله تعالى وثيابك فطهر، ومن الأول قوله تعالى وثيابك فطهر، ومن الثاني قوله تعالى قد أفلح من زكاها. وتعود طهارة النفس وتزكيتها عليها بمنفعتين: الأولى دفع الأخلاق الذميمة، دفع الأخلاق الذميمة، والآخر غرس الأخلاق الكريمة، غرس الأخلاق الكريمة. واسم الأخلاق في خطاب الشرع يتناول الدين كله تارة، ويتناول المعاملة مع الناس تارة أخرى. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.